السلام عليكم أخي مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي مصطفى، ممكن نشارك معكم في سلسلة أخواتنا في الغرب؟ تفضلي تفضلي أختي الكريمة، تفضلي. عندي حكاية ديال بنتي يا أخي مصطفى. هي الحكاية طويلة يا أخي مصطفى. تفضلي تفضلي، سامع حضرتك. أنا عندي بنتي، أنا ما نجيبش أطفال، وقبضت هذه البنت، هذه تبنيتها عندها يوم في عمرها، ربيتيها قصدك؟ مش خليتها طبعا معروف التبني ربيتها حرام في الإسلام، أوي ربيتيها. ربيتها أوي ربيتها ربيتها وجبتها. المهم تدرت في عمرها 5 سنوات، جبتها معايا لإسبانيا. انت حضرتك جبتها منين معايا اصلا؟ لإسبانيا، انت أنا مغربية، أنا مغربية تفضل. ومقيمة حاليا في فرنسا. جبتها معايا لهنا، جبتها معايا لاسبانيا. المهم عانيت، دخلت تقرا في الروضه، دخلت تقرا بعد في الاول في الليسي، قالوا لي خصها تدوب العام لان هي ما تعرفش اللغه الاسبانيه، خصها تدرس عام عاد باش ندخلوها للقسم ديالها اللي هو الخامس. المهم بقيت معاها، المهم بقى صغيره، هي كانت صغيره، كانت مزيانه في اللاج ديال، هي صغيره، هي كويسه في ذاك الوقت. شويه بقات تحكي لي من المعاناه اللي عندهم في لدى، يكميو في البيستيار، يكميو الحشيش. البنات، واحده تقبل واحده، تجي تحكي لي يا ماما واحده كتقبل واحده، يا ماما هذا. ممكن نبقى نحكي لك، نقول يا بنتي هما هذا هو هما عيشتهم، احنا عشنا مختلف عليهم، احنا مسلمين. واخا تشوفي ما تديش فيهم، احنا عايزين انت، انا عايزه منك تاخدي العلم ديالهم اللي باش تقراي باش توصلي مي عشتهم هما ولا سميتو، انا ما باغاش من هادشي كامل. المهم كنحرسها، كنبقى نحدايها، كنمشي لمورها ديما الصداع، ديما كيعيطوا لي الاساتذه، راه بنتك دارت، راه بنتك فعلت. هي شويه تلاقت مع البنات تماياك منين دارت في عمرها 13 سنه، ولات تعاشر مع البنات السبليونيات وداك الشيء. واحد النهار جيت لعندها قلت لها بنتي شنو بغيتي؟ واش تكملي هنا؟ قالت لي لا ماما، ديني من هنا، ما بغيتش نقرا هنايا، هنا راه غادي نتفلس وغادي ما غاديش نبقى كيف انت عايزه تشوفيني. قلت لها خلاص، كنت متجوزه من راجل مغربي نيت. هذا تكلمت معاه قلت له واش ممكن نروح من هنا نمشيو لفرنسا، هي يعني احنا هي البنت قريبين اللي ما طلبت ان بيننا. انتوا تنتقلوا الى مكان ثاني من مثلا من وي المعامله او شيء؟ بنتي اللي طلبت من المعامله ديال الليسي اللي كانت هي فيها، ليسي اللي هي اي مدرسه يعني ولا ايش؟ ليسي المدرسه المدرسه المدرسه. المدرسه 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 اللي هي اللي كانت هي فيها. هو المهم كانت تحكي لي حكايات يعني ديال بنات يتقبلوا مع بنات، نعم، شذوذ جنسي. هذا مع فيه سيجاره، فيه حشيش، فيه كل شيء تما، كل شيء يدور تما في هذاك اللوغ نعم. في الفيستيار. المهم يعني انا جبتها، انا تكلمت معاه قال لي واه نمشيو، جينا لهنا لفرنسا. المهم استقرينا، كرينا، خدمنا، هو خدم في يومه وانا خدمت في يومي باش نخلص نتاكي ولا نخلصوا لي شارج نخلصوا. المهم جبتها دخلت الليسي لهنايا عاوتاني تقرا، تقرات العام الاول والعام الثاني. المهم البنت دارت 18 عام، بقيت بعدا نمشي. سامحني لكن نقص في الكلام. الاول ما دخلتها بعد العام الاول كانت مزيانه، كل شيء يقول لي بنت عندك مجتهدات. شويه العام الثاني فلست، وليت كان نمشي مع قريبه، احنا في الكوليج اللي خدامه اللي هي كتقرا فيه انا قريبه ليا ساكنه، يعني تمشي غير خطوات 200 متر هي في الكوليج. انا وليت نضطر نديها بالطوموبيل باش ما تمشي لي هكا هكا، وقلت نستناها لما تخرج. تقلقت هي من هذاك الشيء اللي كنت نتعامل معاه هنا فيه، لما نوصلها ونستناها لما تخرج. تقلقت قالت لي ماما راه البنات يضحكوا عليا ويقولوا لي ما كنتي يا بنت امك، انت ساكنه هنا حتى اللي يقولوا امك تجي موراك. المهم اختصار، المهم بوليس انا كنقول لها انت بنتي بقيت تجي لوحدك. المهم الوقت اللي كتخرجي فيه هو عندي عندي لومبلوا ديالك كامله عندي، ها معاش كتخرجي معاش تكوني عندك ما كامله، ميم با 2 دقائق ولا 3 دقائق انت في الدار. يعني هي كانت تشتكي، المهم عشان اللهجه غريبه شويه، كانت تشتكي، كانت يعني ان انت توصليها رغم ان المسافه قريبه، وزملائها البنات كانوا يعني يتمسخروا عليها انك انت توصليها وتجيبيها. ولا ايوه طيب جيت انا حبست باش نبقى نوصلها للدراسه ديالها، خليتها هي تجي لروحها. خلاص لما بقات هي تجي لروحها اغتنمت الفرصه، ولا تتلاقى مع البنات يتخبعوا يمشيوا، ما تمشيش للمدرسه، تمشي ذاك النهار اللي هي عندها مثلا خاوي، هي تقول لي عندي عامر
لما يكون ما عندهاش دراسة تقول لي هي عندي يا ماما عندي اليوم فرنسية أو عندي اليوم الرياضيات أو عندي اليوم ساعتين ديال الرياضيات أو ساعتين ديال تمشي. أنا كان خلاص كنقول صافي بنتي طبعا ما خصنيش نزير عليها بزاف باش ما تنفجرش. هي في هذيك الساعتين ما كتمشيش للمدرسة، كتمشي هي وصحابها وصحاباتها الفرنسيين والأولاد يمشيوا للبلاصة أخرى تحت الشجرة ولا جيت لاغار عندنا المحطة ديال القطار يمشيوا لتما جاية وشوية مخبع يمشيوا لتما يكميوا ويدخنوا وتجي. لما تجينا نشم ريحة السيجارة في ملابسها نقول لها من هذه الريحة بنتي؟ هل فتحي فمك تفتح فمها نشم فمها ما فيش. كتقول لي يا ماما لا الأستاذة لما كنا في كسمتو خرجنا البستير هي كتكمي وضروري غادي يكون فيها ريحة الدخان. خلاص أنا ما بقيتش نتبعها في كسمتو. البنت دارت 18 عام كملت 18 عام صافي ما بقاتش. أولا بعد عطاوها واحد ستاج قالوا لها خصك ديري واحد ستاج باش دوزي باش دوز تفوتي في الباك. كان عندها السنة الأولى في الباك عطاوها هذاك ستاج. لما مشيت أنا كنبحث على هذاك ستاج لقيته بعيد عليا أبعد من فين ساكنة أنا أبعد مني 56 كيلومتر. يعني خصني نضطر نشوف لها أوتيل تماك ولا نشوف لها سكن. العرب المسلمين ما غير اللي رحمه الله من رحمه الله هو اللي كي يوقف معكم وشي الآخر ما كاينش. اللي كان دق بابها كنقول لها راه بنتي عندها ستاج ديال شهر ونص شهر ونص هنا تخليها لي معك مع أولادك وأنا نجي كل سبت وكل تريديني كل يوم نجي نبقى ندي بنتي ونجيبها. المهم أنا تبقى لي باش تكمل الستاج ديالها. حتى واحدة ما بغات تشد لي البنت ديتها لواحد لحد لاميزود لي جون تمايا تشدوها. هذيك هي اللي سبب الصف ولا تخرج للديسكوتيك ولا تمشي مع كسميتو. واحد النهار جيت انا يديا لها الماكله من هنا حيت كل اسبوع خصني ندي لها نعمر لها الثلاجه باش ما تحتاجش ندي ديت لها الماكله وديت لها كل شيء اللي تحتاجه. هو يتلاقاني واحد الاخ باكستاني من اب هو مسكين من دوك اللي طالبين اللجوء كيجيبوهم من ديك لاميزو كيبقاو يعلموهم يقراو يعلموهم. هي مشيت تلاقاني قال لي مسكين يتكلم معايا بالسيف بالعربيه باش قال لي راها بنتك ما كتقرا ما كدوز ستاج ما والو. قال لي راه كتدخل حتى لخمسة الصباح من الديسكوتيك. لما جيت نتكلم معاها قالت لي تمشي ولا غادي نعيط لك البوليس. انت لما تكلمتي معاها يعني حبيتي انا تكلمت معاها لان فاش دخلت عليها الغرفه ديالها لقيت حوايجنا ما لا يرثى لهم لا حول ولا قوه الا بالله. لقيت دم في الازار ديالها يعني صافي البكره ديالها سمحت فيها يعني ما شي حوايج اللي ما حيت كنتفكرهم ما كنقدرش نعاودهم. المهم سامحني اخي مصطفى المهم لما شفت هذاك المنظر جهلت انا كنت نغوت عليها قالت لي كلمتني قالت لي تروحي تروحي وانا نكلم لك الشرطه انا ما بنتك ما انت امي. المهم واخا هكاك مشيت للجامع كنت نحضر الحصص ديال الحصص ديال القران في الجامع ورغبت هذيك الاستاذه اللي كانت تعطينا الحصص شفتني مسكينة في هذه الحالة بقيت فيها قلت لي نمشي معك نتكلم معها ونشوف على الله لا يربي يرجعها ونأثر فيها وترجع. مشينا لقينا هذاك النهار خارجة هو كان رمضان كان ثاني يوم في رمضان لقينا خارجة بواحد اللبس ما نحكيك شي أخي مصطفى كل شي عريان وهذا مع واحد محجبة؟ هي كانت محجبة سابقا؟ لا 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 حول ولا قوة إلا بالله. فاش كان عندها 17 عام كنت نديها معايا للجامع وتدير الحجاب هكا معايا وتدخل للجامع فين نخرج تقول لي يا ماما هما يغوتوا في الليسي وما يبغيوش الحجاب وما يهداخ في المدرسه كانت تتحرج من لبس الحجاب عشان انا لما كنت نمشي عندها بالحجاب كانت ما تبغيش تهضر معايا معها. انت محجبه تمشي معها في الشارع ما كانت لا لا في الكوليج فاش كنا نمشي نجيبها من الكوليج كانت تشعر بتشعر مثلا يعني تستعر من الموضوع تستعر من هذا. ومنين نقول انا وياها تبدا تبوس فيا وتقول يا ماما راني مش كنستعر منك انت امي انت حبيبتي انت يا عمري انت 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 غير خليني يا ماما لما ناخذ ندير مستقبلي ونحيدوا كاع من هنا نمشيو بحالاتنا نمشيو شي بلاد ولا. المهم لما شفت هذاك المنظر بديت نغوت عليها ديت معايا ديك الاستاذه اللي كتقرينا في الجامع مشات معايا مسكينه
وهي تغوت علينا، لقيناها خارجه بواحد اللبس ورمضان، ما عمرها لبست هذاك اللبس ولا شفته في حياتي، ورمضان وكيستناوها واحد السياره فيها ثلاثه اشخاص اشخاص جون بحالها كيستناوها غادي يمشيو، ما عرفت فين باغيين يمشيو. انا كنوقف نهضر معاك نقول لها يا بنتي غير خليني غير نهضر معاك غير نتكلم معاك، كتقول لي ما انت شومي ما تكلميش معايا وما تبقايش تجي عندي لهنا وما تبقايش انت في مكان شي امراه تجيبيها لي لهنا وفي وانا عمري ما جبت لها شي حد. وبدات تغوت واحد الصوت وبدات والناس بداو يطلعوا علينا من باطيمون تما بحال كاينين ناس ساكنين تم، يعني دارت لي واحد شهد ربي العالمين. جات هذيك المره الاستاذه قالت لي قالت لي عرفتي شنو تعملي هي شي الله تمشي بحالك خليها ندعيو لها حتى ربي يرد بيها وتعوت. المهم مشينا للجامع حيت تما كندعي الله سبحانه وتعالى، رجعت لها نغدي ليه لقيتها ناعسه. قالت لي قلت لها يا بنتي خليني نتكلم معك علاش درتي هذا الشيء؟ انت بعد ما بلغت 18 سنه هي تمردت تماما. صافي قلت لك دارت 18 سنه كانت كتسناها بالصفر كانت كتسناها ما عرفتش غادي نقول لك بحال شي ليله القدر. هي كم سنها الان؟ كم سنها الان؟ انت عندها 21 وكانوا هما في المدرسه يقولوا لي يحكيوا لهم لما والديكم يكلموكم ولا يغوتوا عليكم ولا تحسوا بشي حاجه ديال لهذا جيوا عندنا الاداره. تعليم التمرد ما انا بكرر الموضوع ده دائما في الحلقات انه احنا عيالنا بنحطهم في المدارس عندهم هم بيعلموهم التمرد بيخلوهم اعداء لينا يا جماعه بدون ما نشعر. هي كانت تحكي لي كتقول لي ماما راه كيعطيونا ساعتين كيبغيو يدخلونا نقراو داك الكاتوكول المسيحيه ديالهم. وكنقول لها بنتي ما تدخليش كتقول لي لا ماما راه كديري لنا الساعه خصنا ضروري ندخلوا باش نعرفوا حتى حنايا الدين ديالهم. وصلت بها يا اخي مصطفى واحد النهار كتقول لي قولي لي شنو هو الدين ديالنا. هي خلاص وصلت الى انها وي 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 قالت لي قولي لي شنو هو الدين ديالنا، واش هو واش حنا اللي صح ولا هما اللي صح؟ لما نسمعوا لهم هما كتقول لي كيكونوا هما على صح، ولما كنتكلم معك انت وتحكي لي على القران كنلقاك انت صح. انا ضغطت لا حول ولا قوه الا بالله والله العظيم، وما لقيت حتى حد اللي يساعدني، ما لقيتش ولا حد يساعدني حتى من الراجل ماشي مؤمن ماشي مؤمن، هو مسلم ولكن ماشي في خط الله كيخاف الله يصلي صافي عادي غير صلاة صافي ديك الخمسة ديال أركان يصليهم، يعني كاين الوقت اللي ما يصليش قاع يقدر إلا فاتو ما يصليش. ما حيرتي للراجل على الصلاة، ما حيرتي البنت اللي هي. طب ايه الوضع الان؟ يعني ايه الوضع النهائي اللي انت وصلت لي؟ هل استطعت ان انت تقنعيها بانها تسيب هذا الطريق وترجع؟ ايش وضعها الان؟ هل هي يعني مثلا تزوجت خلصت شيء عملت شيء مشي؟ ما تزوجت يا اخي مصطفى، ما تزوجت، ما عايشه مع واحد اسبانيوني. الا ما قلت لك راحت من هنا من فرنسا من لما جينا احنا، انا جيت على ودها لفرنسا خلتني انا فرنسا وراحت هي لاسبان. يعني هي سافرت الى اسبانيا. قلت لك انا ما بقيتش عايشه ما بقيتش نعيش في فرنسا، ما بقيتش بغى فرنسا. سبحان الله، مع إن هي اللي كانت تريد أن تذهب إلى فرنسا بتشتكي من الوضع. سبحان الله، يعني اتغسل دماغ الأولاد يا جماعة. وطبعا المسؤولية صراحة يعني أنا ما بعرف يعني كيف وصل الأمر إلى هذا الحد، لكن أنا نطلب من الناس ونطلب الجميع اللي سامعني وحس بالحرقة راها كبدحت هذيك، ولو أنا ما ولدتهاش ربيتها راها بنتي مسؤولة عليها، راه أنا كنطلب الله يسامحني اللي جبت على هذه البلد الغربة ودي جيت تانا ليها. انا كنطلب الله يسامحني وكنتعذب وكنطلب الله ليل ونهار ليا ولبنتي ولوليدات الامه المسلمه كنطلب لهم العفو ونطلب لهم الهدايه. انا ما لقيت لها شحل وما لقيت لها جهد اللي باش نرجعها ترجع ليا وترجع بنتي وترجع لدين الاسلام، ما لقيت لها شحل. دابا هي عايشه مع سبليوني في اسبانيا كتقول لك هذه هي الحياه وهذه هي حياتي. هذا عايشه معاه في الحرام، ما هي متزوجه وممكن يكون مش مسلم. ما هي مجوزه ما هي عايشه بوحدها. لا حول ولا قوه. انا كنطلب اللي كيسمعني يدعي معايا، واللي كيعرف يدير معايا شي حل ولا كيعرف شي جمعيه ولا كيعرف شي حل يعاوني نرجع بنتي ورجع. ما بقاش شو انا عندي، انا راني فقيره في المغرب، فقيره ما عندي ام، ما عندي اب، والدي موفين، ما عندي حد، ما عندي دار، ما عندي لا شيء، ونرجع وقدر نرجع للمغرب ونعاود من الزيرو. انت عاوزه ان شاء الله ربنا يكرمك وترجعيها وتاخديها على المغرب باي تحت اي نمشي المغرب نرجع من الزيرو، نخدم عليها في الديور، نخدم عليها في مكان غير ترجع لي بنتي للاسلام، ما تبقاش يا ربي ترجع ما تبقاش معاهم. يا رب يهديها يا رب، لان يا رب يردها لك ويهديها لك
وتعودوا إلى بلادكم سالمين غانمين. يا رب. أنا ما عندي حاجة غير أن أنا أطلب من الناس الدعاء الدعاء ثم الدعاء، وأنت كذلك يدعوا لي أنا ندعي، وننصح الجميع أنهم ينتبهوا على أولادهم وبناتهم. والله أنا ننصح أي واحد، ننصح أي واحد أي وحدة، يا أختي يا أخي، خلي أولادكم في بلادكم، خليكم في بلادكم، راه أوروبا ما تركوا، غتضيعوا روحكم وغتضيعوا أولادكم وغتضيعوا دينكم وغتضيعوا كل شيء. أنت ما تنصحي أحد يسافر هذه البلاد؟ والله ما ننصحهم، والله ما ننصحهم، والله ما ننصحهم، يأكلوا غير الخبز والماء، والله ما يضرهم الجوع. يا ربي نجينا، وحسبي الله ونعم الوكيل في حكامنا، وحسبي الله ونعم الوكيل في حكامنا اللي خلونا نهاجروا بلادنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما كاين خدمة في بلادنا، ما كاين شيء، ما كاين شيء. يا ربي نجيكم أختي الكريمة ويبارك فيكم ويرد لك بنتك على خير إن شاء الله، وإن شاء الله يهديها ولا تقطعي معها حبل التواصل، حاولي مجددا، وإذا في أحد يستطيع يساعد الأخت في أنه يتواصل أو يعني يتناقش مع هذه البنت. هي تتكلم باللغة أي لغة، إسبانية ولا فرنسية؟ أي لغة، هي تتكلم لغة إسبانية وتتكلم فرنساوي. طب هي عندها استعداد للحوار، عندها استعداد أن أنت، ولا إيش إيش التواصل بينك وبينها حاليا؟ هي ما تبغيش نتكلم حكا نحكي عليها ولا نقول عليها هاد الشيء هذا، ما يعني ما فيش تواصل بينكم، ما فيش كذا مثلا محبه تسلم عليها ازيك يا بنتي عامله ايه وحشاني اخبارك كذا؟ لا لا، هذا نتكلم وانا في التليفون، نتكلم وانا وياها في التليفون، كدايره يا بنتي لاباس عليك، تقول لك لاباس يا ماما، انت وحشتك يا ماما. طيب يعني في امكانيه ان انت تقابليها كذا وتقعدي معاها او تقولي لها تطلبي منها تروح معك؟ عيت يا رب. انا مؤخرا عيت مؤخرا الشهر اللي فات، قلت لها يلا بنتي تروحي معايا للمغرب نشوفها كونس ونشوف زعما تما نلقى الناس اللي في قلوبهم الرحمه وكيخافوا الله سبحانه وتعالى ويعاونوني فيها. كنت جلست تما، قالت لي هذا الكلام هو اللي ما تقوليليش نمشي انا للمغرب. رافضه هي الموضوع، اشنو فيه خلاص، اشنو فيه المغرب؟ ان شاء الله ربنا يهديها، جزاكم الله خيرا، واطلب من الجميع اللي سمعنا الان دعاء لهذه الاخت الطيبه والبنتها، وربي يعوض عليكي ومش عارف والله. الله يجزيك بخير، الله يجزيك بخير، الله يجزيك بخير، وسامحني ربنا يبارك. سامحني سامحني الاشتراك معكم، سامحني يا اخي. شكرا، بارك الله فيك، بارك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.